تسمح لي باش نقول لك من الكومنتير اللي جاوا على صفحه الفيسبوك. مثلا فؤاد رين يقول هذه حلقه خاصه على فيلم رواد. فيلم هذا نعطيك فيسبوك شنو قالوا برشا ناس. احنا باش نحاولوا نفهموا معاك سي محمد علي ونرجعوا كيفاش كمال قدقادي خلط للعاصمه قادما من الشعامبي حتى وصل يعني تفجيره هو والارهابيين الاخرين. هو الموضوع ماهوش مرتبط في جوهره بكمال القذقاذي، معناها هي عملية رواد تنجيك بشوي بشوي باش نفهم وقتاش احنا ديجا عرفنا انه هو كمال القذقاذي موجود مع العملية. احنا شوف باش نحاول نذكركم ببعض المعطيات، احنا مؤخرا تم القاء القبض على احد العناصر وقت اللي شديناه في سبيت لكن تتذكروش اللي هو البرهومي وعلمة وزارة الداخلية وشوفت الناس الكل اللي هو وانت ظهر لي تتذكر وحكينا انا وياك بكري تم القاء القبض عليه في مدينة سبيت. لو كان الشخص هذا اعطانا معلومات انه فما مجموعة ارهابية حاولت تقوم بعمليات ارهابية في مدينة سبيت لو استهداف معناها ثكنة عسكرية واستهداف منشآت في مدينة سبيت. الايقافات المتتالية انت العناصر الارهابية هي اللي تخليك توصل الى معطيات معينة. ثم او باش نذكرك نهار السبت وزارة الداخلية اعلنت على صفحتها الرسمية انه وحدات الحرس الوطني قامت بإلقاء القبض على خلية في احد مدن الشمال الغربي بالتحديد في جندوب. قامت بإلقاء القبض على الخلية هذه وهي مرتبطة بعناصر ارهابية. كذلك قامت بإلقاء القبض على احد العناصر الارهابية الخطيرة وكنا خرجنا معناها من نهار السبت عنا بدأت تبدا تتوضح لنا العديد من المعطيات. ثم فما الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بتاع الحرس الوطني وصلت بعد إيقافات وأبحاث إلى أنه فما مجموعة إرهابية وفما بعض العناصر موجودين في رواد. هذا مرتبط بإيقافات، معناها ماهيش توصل، معناها المعلومات اللي توصل لها وزارة الداخلية ماهيش معناها نتاع هاوكا مشاو والغادي الرواد عندهم عملية كيكا معناها من لا شيء. هما فما أبحاث وفما اعترافات، نركز على خاصة على الاعترافات نتاع موقوفين أدت إلى نتيجة معينة.